شهدت الفترة الماضية مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة. تضم الاستراتيجية 5 مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، كما تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناء على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ. وتهدف الاستراتيجية بحث آليات العمل الجماعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال إجراءات تنفيذية حقيقية، وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء وتحديد فرص الاستثمار المتاحة وخارطة الطريق التي أعدتها مصر في هذا المجال. وتعمل الحكومة حاليا على إعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الأولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تتيح فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار في تلك المشروعات على 4 مجالات ذات أولوية، وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أو حادية الاستخدام، من خلال إتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل. أهلا بكم مجددا، ومباشرة نرحب بضيفنا للحديث في ملف التغيرات المناخية سعادة السفير مصطفى الشربيني خبير التغيرات المناخية سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر. أهلا بك سعادة السفير. أهلا بالإعلام المتميز الأستاذ أحمد ربنا عتابي يبارك في حضرتك. وجميع مشاهدي النيل للأخبار وجميع محبي مكافحة التغيرات المناخية في يوم التغيرات المناخية التي أطلقت فيه الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. أهلا بك، وأبدأ معك الملف إجمالا، كيف تراه سواء على امتداد العالم، وبعد ذلك نتحدث عن أهم ملامحه في مصر، ملف التغيرات المناخية وكيف يتعامل العالم معه. قضية التغيرات المناخية أصبحت قضية الشغل الشاغل للعالم كله، لأن التغيرات المناخية بما إنها أحد أهداف التنمية المستدامة، ولكن أنا بشبه التنمية المستدامة زي جسم الإنسان، بس القلب معتل فلازم يتعمل له ريفريشنج كده قبل موت الجسد كله. التغيرات المناخية ظهرت على السطح من أول سنة 1992 في مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل، مؤتمر قمة الأرض، وده كان أول مرة تتم أو العالم كله يجمع على خطورة التغيرات المناخية، واتعملت الاتفاقية الإطارية وقعت عليها 192 دولة في ذلك الوقت، ونتجت عنها بعد كده يعني بروتوكول كيوتو ثم اتفاق باريس الملزم. كل هذه الاتفاقيات كانت مرتبطة بخفض الانبعاثات الحرارية بالخفض ولا كانت بتنص على حاجات تانية؟ بالخفض، ولكن اتفاقية باريس جت يعني مكملة للاتفاقية الإطارية، وهي تعدلت إلى الكوب اللي بيطلق عليها الكوب 27 في الدورة 27 ليها اللي هتتعمل في شرم الشيخ. التغيرات المناخية سوري التغيرات المناخية أخذت تاريخ طويل ما بين الشد والجذب إلى أن اقتنع العالم إنها أصبحت حقيقة واقعة، وخاصة بعد أن وجد في السنوات العشر الأخيرة الارتفاع المضطرد لدرجات الحرارة بشكل غير متوقع لأكثر من ما حذر به العلماء أيضا. فيعني عاوز أقول لك إن أنا كنت في سوريا قريبا، وكانت فيروز دايما بتغني لنهر بردة، اختفى نهر بردة، اختفت بعض البحيرات في آسيا، اختفت بعض الجزر في المحيط الهندي نتيجة لارتفاع سطح البحر. واحنا شايفين كان في الإبلاغ الثالث لجهاز شؤون البيئة
قال ان لو ارتفعت درجة، لو ارتفع سطح البحر لمتر هنفقد تقريبا ربع اراضي مصر الخصبة، لان المحافظات اللي واقعة في مواجهة البحر الابيض المتوسط بيرتفع البحر بشكل مضطرد. واخر تقرير للهيئة الدولية الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية الاي بي سي سي كان بيتكلم ان انحصرت الكتلة الجليدية لدرجة لم تسبق لها في التاريخ نتيجة الاحترار العالمي. والاحترار ده بيتسبب ان الغازات اللي بتخرج زي غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان والاوزون والكلوروفلوروكربون بتفضل عالقة في طبقات الجو العليا سنوات وسنوات وقد تكون لقرون اخرى. وده نتيجة لاستخدام يعني معظمه بخاص باستخدام الوقود الأحفوري. طيب. لو جمعت آخر حاجة لو جمعت زي ما قالت الأمم المتحدة الغازات اللي بتطلق من محطات الكهرباء تقريبا 42% زائد وسائل النقل اللي هي تاني ملوثات تاني الأشياء اللي بتطلق غازات الاحتباس الحراري هتلاقيها 23%، الاثنين مع بعض تقريبا 74-75%، ثم تأتي الصناعة في المرتبة الثالثة 20%، ثم الزراعة والإنتاج الحيواني من 13-15%. طيب يبقى إذن الوقود الأحفوري هذا لابد من التحول الكامل مثلما تفعل الأمم المتحدة، وضعت خارطة الطريق أطلقت يوم 24 سبتمبر ووفق عليها رؤساء الدول، ووضعت الخطة التنفيذية يوم 5 مايو الحالي لكي يتم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة جديدة بأسعار معقولة. وكان لي الشرف أن أحضر مجلس الطاقة العالمي في هذا المشروع. طيب هذه واحدة من النقاط التي سنأتي إليها لاحقا وهي في غاية الأهمية، الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة. لكن واحدة من الإشارات اللي حضرتك أشرت إليها في حديثك التمهيدي أنه مع انطلاق هذا الملف أو مع إثارة هذا الملف منذ قمة الأرض في ريو دي جانيرو سنة 92، وهذا الملف يشهد حالة من حالات الشد والجذب بين بعض الدول، هل هذه الحالة لا تزال مستمرة؟ تحدث على أنه قناعات الدول أصبحت زي ما حضرتك أشرت كده أنه الملف لم يعد فيه مساحة من الرفاهية أو الترف، مرتبط بمصير العالم كله وخاصة الدول الكبرى، هل لديها هذه القناعات أم أنه لا يزال مسألة الشد والجذب وتغليب المصالح هي الحاكمة في هذا الملف؟ لا، هو ما حدث في جلاسكو في مؤتمر جلاسكو في اللي هو الكوب 26 يعني حاولوا يحافظوا على ماء الوجه ويحافظوا على درجة الحرارة، ارتفاع الدرجة 2 درجة الارتفاع يعني أقصى درجة ممكن نوصل لها. ولكن لما نيجي نشوف النهاردة احنا وصلنا لدرجة 1/10، والدرجة 1/10 دي واحد من عشرة من 15 ل 16 1/10، لان كل درجة حرارة بتقابلها 2.4 درجة مئوية، فاحنا وصلنا لواحد واحد من عشرة. فتخيل ان لو زدت 4 درجات دي هتوصل بارتفاع منسوب مياه البحر عندنا في فوق المتر او فوق المترين كمان. لو وصلنا لاربع درجات، لو 3.2 هنوصل لمتر ارتفاع منسوب، وبالتالي يعني تلف هذه الاراضي، فقدان فرص عمل، فقدان ناتج قومي، فقدان اراضي، فقدان املاك الضار. لكن قناعات الدول فقناعات الدول وخصوصا طالما انا قطعت حضرتك يعني خلينا حتى اذكر مشاهدينا الكرام انه واحد زي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كان موقف واضح من بعض الاتفاقيات المرتبطه بالتغيرات المناخيه، انسحب من بعضها وما الى ذلك. هو حاليا امريكا او امريكا دشنت حمله قويه وسمتها الحرب العالميه نحو الصفر، وبيقود هذه الحمله المبعوث الامريكي جون كيري، وامريكا متضامنه تضامن كامل. وكان دوله العراق ودوله تركيا مش موقعين على الاتفاقيه، وقعوا عليها، وتمت اتفاقات جانبيه مع الصين على ان 2060 يوصلوا للحياد الكربوني،
وتمت اتفاقية أخرى مع الهند وأنه يوصلوا 2070، ما فاضلش غير روسيا، واتفق جميع دول العالم. مش هيكون في انبعاثات كربون؟ هو الاتفاقية باريس بقى بتقول إيه؟ ما هي القصة كده، أن أنا عشان أحافظ على الدرجة، على الدرجتين دول، لازم أخفض بنسبة 45% لحد 2030. يعني لازم نخفض، الدول الصناعية الكبرى تخفض إطلاق غازات الاحتباس الحراري بتاعها حوالي كل سنة حوالي 6% تقريبا 6%. وده بيبان في التقرير الإلزامي أو التقرير الوطني للإبلاغ الوطني لكل دولة. واتفاقية باريس نصت وأجبرت كل دولة على إنها تقدم بشفافية تامة تقرير الإبلاغ الوطني، واللي مصر إن شاء الله هتقدمه خلال الفترة القادمة، التقرير الرابع، وتقول فيه هي بتطلق غازات الاحتباس الحراري قد إيه، وهي بتعمل إيه عشان يعني طرق المكافحة ليها. فاتفاقية جلاسكو دي كانت بتنص على أربع بنود، أو في أربع أهداف. أولا الدول العظمى تخفض من غازات الإطلاق الحراري، الدول النامية والدول الجزرية في أفريقيا والدول الجزرية تتكيف وتعمل إجراءات تخفيف للتأقلم مع المناخ، لأن أنا كده كده مضرور، فأنا عاوز إيه؟ أقلل الضرر، أتكيف معاه بحيث ما يزيدش الضرر عندي. ومقابل إن اعترفت في اتفاقية باريس الدول العظمى بإنها سببت أضرار، وإن هي هتدفع مقابل هذه الأضرار، وقالوا إن احنا هندفع 100 مليار على مدار 5 سنوات تبدأ من 2020، ولكن بسبب فيروس كورونا، جائحة كورونا، تأجلت ل 2021، نهاية 2021. بس الدول الأفريقية في صندوق المناخ الأخضر تقريبا حصلوا حوالي 80 مليار، في دول دفعت بزيادة وفي دول لسه بتحصل منها، وبدأت راحت للدول النامية، وبدأت مشروعات التمويل إن شاء الله، يعني خلال مرحلة الكوب 27 اللي هيتعمل في مصر، ليه هدف محدد وواضح، الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. يعني هيبدأ يراجع ويحاسب أو يقيم الموقف، هتبدأ الإجراءات التخفيف والتكيف في الدول الأفريقية. ولكن الدول الأفريقية في اجتماعاتها كلها كانت حتى معترضة على الاتفاق الأخير اللي تم في جلاسكو، وتأجل هذا الاتفاق أو التوصيات لمدة يوم كامل، لدرجة أن خرج رئيس المؤتمر ألوك شارما وبكى أمام الجميع، وخرج بعديه بكلام الإحباط الشديد في آخر يوم، وتم مد رئيس الوزراء، وتم مد يوم المؤتمر. وأصدروا التوصية تاني يوم في أول مرة تحت السابقة. كانت معترض عليه، لا هقول لك بقى كان معترض على إيه. المسودة اللي كانت معمولة كانت بتقول التخلص التدريجي من إيه؟ من الوقود الأحفوري والفحم، التخلص التدريجي، هي كلمة واحدة بس، عملوها إيه؟ التخفيض التدريجي. طبعا الدول البترولية العربية وأمريكا كانوا إيه؟ وقفوا أمام، واليابان مش وأمريكا، وقفوا دول اليابان والدول أمام التخلص، فغيروها خلوها التخفيف. الكلمة دي يعني أهدرت الكثير من بدل ما كنت هتوصل للدرجة ونص، بقيت بتحاول للدرجتين. ده مرة تانية بيعيدني للنقطة اللي لسه سأل حضرتك فيها، بغض النظر عن الدخول في تفصيلات المشهد، قناعات حضرتك ما شخصية في مصالح دولية برضه، ما ده اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيه. ما هو احنا قناعات حضرتك ان العالم جاد فعلا؟ العالم جاد جدا، بدليل ان اوروبا عاملة الصفقة الخضراء وملتزمة في هذا، وامريكا ملتزمة، والصين التزمت، ولما حبت تلتزم اكتر حصل ايه؟ اللوجستيات بتاع العالم بدات تتعطل. ما هو الدول ذات المصالح، الدول ذات المصالح وقفت قدام بند زي ده وخلته بدل التخلص الى التخفيض. انت بتحاول في الاتفاقيات دي ما تاخدش كل الاشياء، لان دي مفاوضات في شد وجذب. لما انت بتوافق على ان مثلا في استراتيجيه جديده للطاقه الجديده والمتجدده، وانها تبقى باسعار معقوله، وتمد الدول الناميه بالتكنولوجيا، ما هم دول البندين اللي بعد كده في مؤتمر جلاسكو، وهو التمويل للدول الناميه اللي هو صندوق المناخ الاخضر، ثانيا تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للدول الناميه، هم دول الاربع اهداف. ولكن هنا في مؤتمر القاهره ده مش مؤتمر، يعني معلش انا عاوز اوضح لكل الساده المشاهدين شيء خطير جدا. سنه 1947 بعد ما تاسست الامم المتحده،
حصل الموضوع الجلوبلايزيشن العولمة، وتم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، واتجه العالم كله نحو العولمة. الآن يتجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر، فلا مكان لدولة ما زالت تستخدم الوقود الأحفوري، لسبب أن أنت في جلاسكو لما تشوف البنوك الدولية زي بنك الاستثمار الأوروبي وأمريكا وإنجلترا والكثير من الدول عملوا اتفاق بعدم تمويل أي مشروع يعني بيستخدم الوقود الأحفوري ده، عشان إيه؟ فشلوا في أنهم يعملوا كلمة تخفيض. ففي اتفاقيات جانبية تانية برضو بتحد من هذا الموضوع لهذه الجدية والإجابتك على السؤال. فوقع 21 بنك دولي بعدم تمويل أي مشروعات تستخدم الوقود الأحفوري، وأوروبا عموما لا تستوعب. حطوا سقف زمني لده؟ يعني حطوا سقف زمني لتفعيل البند ده؟ طبعا السقف الزمني اللي معمول ان احنا في استراتيجية علمية 2050 زيرو كربون، يعني بدل من 2050 اي دولة لا تعتمد بشكل اساسي على يعني خلال 28 سنة الوقود المتجدد ستجد مشكلة. تعال نشوف بقى مصر عملت ايه بقى. ربنا يعني ربنا يدي حضرتك الصحة. مصر حققت التارجت. بس قبل ما نوصل لمصر عشان ننتهي من نقطة الطاقة المتجددة، لان حضرتك ما هي في الطاقة المتجددة اللي حضرتك سبقتني بيها بالاشارة الى فكرة نقل التكنولوجيا. الطاقة المتجددة هل هي مكلفة الاول؟ يعني هل هي متاحة بالنسبة لكل الدول، ولا هيصعب على الدول الفقيرة أنها تمتلكها كتقنية مش كعلم، يعني أنا قصدي كأدوات أو مشاريع؟ هو هي دي خطة الطاقة والاستراتيجية أو خريطة طريق الطاقة اللي وضعتها الأمم المتحدة ومجلس الطاقة العالمي، توفير الطاقة الجديدة والمتجددة للجميع وبأسعار ملائمة. ما زالت أفريقيا 50% من الشعوب الأفريقية تستخدم الوقود الأحفوري. يعني الحطب مش الأحفوري، يا ريت لم يدخلها كهرباء على الإطلاق. يعني حتى الأحفوري ما بتستخدمهوش، 50% لا يستخدم كهرباء. فهم هيوفروا. انت عاوز تمويل فند هديك فند، عاوز معونة هديك معونة، عاوز تكنولوجي هديك تكنولوجي، بس بشرط انك كل سنة بتقدم لي الالتزامات بتاعتك. طب انت عملت ايه للتخفيف الفساد؟ هل ممكن الجهات المانحه هي اللي تنفذ؟ لا مش تنفذ، يعني الجهات المانحه بتدير معاك البرنامج. يعني احنا مثلا زي مشروع بنبان في اسوان، احنا عملنا اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم كله على مساحه 37 فدان، كلها ممولة من جهات دولية زي البنك الدولي واكتر من جهة تمويلية. فبيراجعوا معاك بيراجعوا معاك مراحل التنفيذ ومراحل الخطة بتاعتك والمتابعة أثناء التشغيل كمان، عشان عاوز يسترد فلوسه فلازم برضو يراجع معاك. هي دي منح لا تقل ولا مش كلها؟ في جزء منها بيبقى منح، وفي جزء منها قروض بدون فوائد أو بفايدة ميسرة جدا، لأن أنت لازم تستبدل مصادر الطاقة عندك لحد 2050. مصر عملت إيه خلال الفترة اللي فاتت؟ مصر حاليا أطلقت الاستراتيجية، والطاقة تقريبا حققنا 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة بعد محطة بنبان، بعد جبل الزيت والزعفرانة، وفي جبل عتاقة برضو أكبر محطة بالضخ بأسلوب الضخ والتخزين للمياه المعاد تدويرها، ودي أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا. بعد هذه المحطات وصلنا إلى تارجت حوالي 20%، وده كان سنة 21 كان مخطط له ل 22. مصر سنة 2035 الخطة بتاعتها أنها توصل ل 42% طاقة جديدة ومتجددة. أنا أذكر أثناء تغطيتنا لمحطة بنبان، أعتقد وزير الكهرباء أو وزارة الكهرباء أو وزارة البترول لا أذكر، المهم هو في جهة في الدولة أعلنت إن هم أطلقوا ما يشبه أطلس لمواقع الطاقة المتجددة في مصر، وأعتقد ده شيء يحسب برضه للقائمين على هذا الملف، لأن المسألة ليست فقط الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، المصادر الطاقة المتجددة ربما مصر من حسن طالع إنه في مصادر كثيرة جدا ليها. في مصادر طاقة الأرض، وفي يعني أنا كان معانا في مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، ودي أكبر مبادرة في العالم بتطلق لمكافحة الأعمال الفردية. بعض الخبراء اللي قالوا إحنا ممكن
نستغل المياه اللي في الدكتور فوزي الفيالق اللي في البحر الأحمر، لأن فيها المية بتوصل لدرجة غليان 400 درجة مئوية، ونقدر نستغل هذه المياه في توليد الكهرباء بالتوربينات البخار، ونستخدم هذا البخار كمحطات تحلية مهولة لمصر. ففي ثروات لسه تحت الأرض لم تستغل، وفي طاقات يعني جديدة ومتجددة خالية من الكربون، وإن شاء الله يعني مصر تاخد خطوات فيها، وإن شاء الله نستضيف حضرتك مرة أخرى للحديث حول هذه الإنجازات. حقيقة سعدنا بالجلوس معك سعادة السفير، وإن شاء الله يجمعنا بيك لقاءات أخرى ممتدة. سعادة السفير مصطفى الشربيني خبير التغيرات المناخية، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، شكرا جزيلا. تحياتي ليك، تحياتي لكافة المشاهدين، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، وبعده نستكمل بقية فقراتنا الحوارية. أهلا بكم مجددا وإلى موجز الأنباء. نبدأ من القاهرة التي شدد فيها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب قيامه بإطلاق الاستراتيجيات المصرية لمكافحة التغيرات المناخية على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 6% من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية.